سي عبد الرزاق حمامي مرحبا بك، سي بلال عيادي مرحبا بك في قناه تونس العقاريه تي في. كنت نجم تعطيونا فكره على سي الدور شنو بالضبط، شنو المهام تعملوا فيها بالضبط؟ سيد نور، احنا معمل نتاع حديد موجود في تونس تقريبا عنده 20 سنه، من 1993 موجود في تونس، مختص في حديد البناء بصفه عامه، حديد التسليح من قطر 6 ملم حتى القطر 32 ملم. كيفاش عندكم، قلت لي عندكم خاصيه معينه في سيد نور، نجم نفرقوا بين الحديد نتاعكم بارابول الحديد الاخير كونتروبوند؟ الحديد نتاعنا مميز انه فيه ماركاج بيان ديتيرميني اللي هو فيه كلمه سيد اس اي دي موجوده مطبوعه على كامل الحديد اللي موجود عندنا، قطر 8 حتى القطر 32 ملم. نجم اي واحد يفرقوا الحديد بارافور الحديد نتاع معمل اخر ولا نتاع حديد نتاع الكونتروبوند اللي ممكن في بعض الاوقات يتسرب لتونس ويتباع في تونس. لا كومينيكاسيون، توا دخلنا احنا في لا كومينيكاسيون بالنسبه لسيد نور، شنو نجم تضيف لكم انتوما؟ خلي معاك. والله يا الاضافه، توا قاعدين نقوموا بجولات في المعارض في كامل ولايات الجمهوريه، مع الخروج معناتها دي فيزيت دي تيران افيك لي كوميرسيو ولي بروشور ولي تو سكي معناتها سيد نور، معناتها في دي بروشور في برشا وضعيات نعرفوا بسيد نور، خاطر برشا مهندسين وبرشا تقنيين وبرشا بروموتورات ما يسمعوش بسيد نور اللي هي عندها اكثر من 20 سنه في السوق التونسيه، معناتها اللي هي اول مصنع خاص في الجمهوريه التونسيه، معناتها بعد المصنع العمومي اللي هو معروف في تونس موجود في منزل بورقيبه. نحاولوا زادة باش نقوموا بتوجيه عام لكامل الاخصائيين في الميدان اللي هما يستعملوا برشا الحديد ككونتوار كديز انجينير كتكنيسيانات في كل شيء. حضوركم في الصالون هذا اللي كو كونستركسيون في الدوره الثامنه، شنو نجم يضيف سي دور وشنو لوبجيكتيف نتاعكم للبريزونس؟ والله هو تعريف بالمنتوش كمنتوش سيد نور معناتها في السوق، تعريف زاد بالاسم اللي هو غير معروف في الوسط المدني معناتها العموم. نحاولوا ديما باش نقربوا اسم سيد نور اللي هو قاعد الاسم العموم الفولاذ اللي هو طاغي على السوق، حاولنا احنا نكونوا زاد معروفين في السوق، والمعارض كيما هذه تضيف لنا برشا، خاطر برشا بروفيسور معناتها مهنيين يجيو للمعارض هذه يوليوا يتعرفوا على المنتوج نتاعنا وكل شيء. يعطيكم الصحة سي عبد الرزاق حمامي، نشكروك، وسي بلال عيادي على المشاركة نتاعكم في قناة تونس العقارية، وإن شاء الله في لقاءات قريبة إن شاء الله. شكرا ومرحبا بكم، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن.